انا غنحاول ندير بحال مساله رياضيه، مرحبا. يعني من خلال الكلام ديالك بان بعض الخلافات وكذا، وبالتالي ملي رجعتي هو نفس المكسب. يلا حيدوا لنا جوج تقريبا ديال الاشخاص ولا ثلاثه ديال الاشخاص. محمد بودريقه بسبب يعني مشكل المشكل ديالو، سي عبد الله الابراهيمي كنظن، والسي مامون البلغيتي. واش رحيل هاد الاشخاص شجعك على العوده؟ بما لا انك كاين شي ابدا، مشكل مع لا كذا ابدا، ولا لا وانا بنت السي نعرف انت مكلام دابا عاد كنقول علاش لابس الاحمر. لا ابدا، اول حاجه كل الاحترام والتقدير لهاد الاشخاص اللي كنسلم عليهم دابا من المنبر ديالك. بالعكس، اول حاجه السي محمد بودريقه هو اللي ناداني باش نكون في المكتب ديالو. السي محمد بودريقه هو فاش كنا كنبنيو المشروع ديال النادي، هو اللي تناقشنا وياه على قضيه ان يكون عندنا كوميسيون ديال لو بروجي سبورتيف، وهو اللي وافق عليه. والسي محمد بودريقه حالة فترة هو اللي قدمني اللاعبين، قدمني الرأي العام الرجاوي على أنني المسؤول على الفريق، وكنوجد ليه التحية، وكنتمنى أن المسائل اللي كيدوز منها يتجاوزها إن شاء الله ويرجع لعائلته بخير وعلى خير. دوك لا ما كاينش هذا. والسي محمد بودريقة فاش كنت غنقدم الاستقالة ديالي وكنت هذا، اتصل بيا وقال لي نو با دو تو. سي مامون البلغيتي إنسان طيب والانسان المحترم عندنا في نادي الرجاء الرياضي. ابدا، عبد الاله ابراهيمي صديق ديالي والاخ ديالي، وكنفتخروا به في المنظومه ديال نادي الرجاء الرياضي. دوك اليوم ما عنده علاقه مع الاشخاص، غير هو فاش كتكون واحد العمل كيكون بعض المرات تضارب في وجهات النظر، كيكونوا بعض الامور اللي كتخليك ان بعض المرات كيكون اولويات، واي نادي كتشتغل عليه راه بعض المرات انت مضطر انك تخضع للاولويات ديالو. إذا كنتي حسيتي براسك غتبقى في واحد الصراع، من الافضل تخلي ديك الاولويات يمشيو، وراه هادشي اللي وقع. اليوم حتى حاجه ما تبدلات، غير حنا دزنا دابا الاولويه الاولى تحيدات ودزنا الامور الاخرى اللي كنكملوا عليها، اللي بدات كون كان سي محمد بودريقه كنا غنكملوا عليها بنفس الطريقه. دوك ابدا عندي كل الاحترام لهاد الاشخاص اللي ذكرتي، وما عندي معهم حتى شي خلاف، وهاد الناس كلهم كنت معاهم في علاقه طيبه الموسم الماضي، وكلهم تلاقينا وسي محمد بودريقه تكلمت انا وياه في الهاتف، وعبد الاله الابراهيمي تكلمنا، حنا الحمد لله اخوه ما كاين حتى شي مشكل.